لكم مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى يوم جديد من ايام اليمن اليوم مباشره وعلى الهواء، حلقه السبت بدايه الاسبوع. نبيل الصوفي مساء الخير. كيف تابعت جلسه اليوم؟ تاخذ طابع الاعتياد اعتقد، لكن ربما الحادث الامني الذي حدث بعد الجلسه ربما يثير اثناء الجلسه. نعم يثير بعض، لكن في النهايه الجلسه استمرت في اعتياديتها، وربما لدي انطباع او تساؤل يسال النظام السابق الجالس على المنصه مقابل النظام الجديد الذي يجلس في القاعه. لا زلت اتساءل كيف نستطيع ان ندمج القوى الجديده في النقاش العام؟ طبعا هي ايام لا تزال المؤتمر في بدايته ويلقون الناس كلمات شخصيه عامه، لكن لا زلت ابحث عن تلمس قضايا الخطاب الجديد، لانه في النهايه كثير من الشباب حينما يقفون يتحدثون يدافعون عن ذواتهم، نحن قمنا ونريد، لكنهم لا يقدمون خطابا مباشرا تجاه قضايا مختلفة. ربما طرحت اليوم احدى الناشطات طرحت دعوة لدعم مقترح لمجموعة من الشباب ان لا يدخلوا في مناقشة القضايا التفصيلية الا بعد ان يتم انجاز شيء فيما يتعلق بالنقاط العشرين. ليس بالضرورة انا معها او ضدها، لكن في النهاية نحن نريد ان نرى هذه الوجوه الجديدة التي لم نألف أنا راها على الساحة وهي تصرح وتطلب وتنتقد وتقول شيئا، على الأقل يكون مؤتمر الحوار مختلفا وليس فقط أن تتحكم به القوى التقليدية. نعم، بتشوف أنه أصبح في تركيز فيما يتعلق بالوصول إلى الميكروفون، كان هناك في الأيام الأولى في تهافت، الآن في نوع من يعني بيحسب أي واحد قبل ما يطلع يكون بيحسب، على عكس أنه فقط أن تطلع وبدأت الكلمات تأخذ طبعاً منحى الكتابة أكثر من الارتجال. لاحظت أنت اليوم؟ نعم نعم، هو في النهاية هناك نقطة تتعلق ب المجتمعنا يندفع نحو الدخول ويندفع نحو الخروج، مستعجل من اليوم الأول أن يقول كل شيء، ثم مع الوقت يبدأ تخف هذه المسألة ويبدأ تأخذ مسار طبيعي واعتيادي في الحديث. هناك مشكلة تتعلق بالقدرة الذاتية الفردية لليمنيين، هذه مشكلة كبيرة، يعني اليمنيين معتادين على الحديث العام في المقايل وليسوا معتادين على حديث مركز بعلمية في منتدى حواري، وبالتالي كثير من الذين يتحدثون ربما لديهم دقيقتين، يمكن 70% من الدقيقتين تذهب في حديث عام، وبعد ذلك يتلاحقهم في المنصة على انتهى الوقت، لا باقي معي فكرة. ربما هذه كانت بحاجة إلى كفاءة فردية. أنا الحقيقة أريد أن نتمنى من أفراد مؤتمر الحوار أن لا يكتفوا بالذهاب الباكر فقط لتأدية واجب إداري، أن كل منهم أن يفكر بالطريقة التي يصبح فيها كل يوم هو شخص مختلف. لا أتكلم عن قضايا، أتكلم عن طريقة أدائه. نحن نطالب الأعضاء أن يسجلوا مشاركاتهم وأن يراقبوا أنفسهم في الليل، نعم يتفرقوا لأنفسهم بالليل كيف تكلموا، ما هي النقاط التي كان يجب أن يطرحوها، على الأقل نلمس تغيرا فرديا في الأداءات. هذه نقطة مهمة غير موجودة حتى الآن. نعم، هي مطلوبة فيما يتعلق بالمضمون، ولكن حتى على مستوى الشكل نبيل، كان في اليوم الأول يتفحص المرء أين سيجلس مع من سيجلس، رويدا بابت هذه الأشياء. بتشوف انت حتى في الصور انه نعم نعم، حتى اقصد حتى نسي بيت الكلام، حتى طبعا المقاطعة جزء منها قد يكون نوع من الألفة، انه الناس اعتادوا على الكلام مع بعض، وبالتالي هذا يضيف وهذا يريد ان يقول شيء. قصدي هذه في النهاية اول مرة في ناس من الأعضاء اليوم نودي بأسمائهم، فبعضهم قال وارد وهذا لم يحدث. نعم، وهذا شيء جيد، خلاص في ناس تكلموا بسم الله. نعم، الموضوع خلاص، الحماس التصفيق خف. نعم كثير بدأ الناس يكتبوا نعم كثير. نعم، استغربت انه ما فيش بلاغ عمني حول الحادث، لانه وفقا للمعلومات التي لدينا ما فيش معلومات رسميه انه كان المستهدف واحد معنا في مؤتمر الحوار. ما الحقيقة هذه نقطة تستحق الوقوف. أنا أتمنى أنه فخامة رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار، الرئيس عبد الرب منصور هادي يتفحص هذا الملف. هو في حفل الافتتاح انزعج من شخص رفع يده لنقطة النظام وقال أنه على موضوع الحوار. أتمنى أن يأخذ المسألة بنفس المسار. هذه حادثة ليس بالضرورة من ارتكبها، ليس بالضرورة اتهامات، وليس بالضرورة الوصول إلى الأطراف المباشرة. رسالة لموفنبيكيا، لكني أتحدث نعم، ليس فقط موفنبيكيا، هي أيضا رسالة للمجتمع، هي رسالة للمجتمع كله باستهداف
مؤتمر الحوار. يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لا نريد أن يكون معنا وزارة داخلية جديدة تحقق. نحن في النهاية نعرف الظروف الأمنية، نعرف أداء وزارة الداخلية، نعرف المشكلات الاجتماعية المختلفة، لكن على الأقل كان يفترض أن يكون هناك بيان أمني مباشر بعد الحادثة. كان يفترض أن يكون أن يتصدر هذا الخبر نشرات الأخبار الرسمية، أن 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 يعبر عنه داخل مؤتمر الحوار بقوة، على الأقل من أجل تأكيد أن اليمنيين لم يعودوا قادرين أو لن يسكتوا بعد ذلك على أي استهداف تجاه أي شخص آخر، وأن أي شخص مستهدف سيكسب أكثر مما يتخيل الشخص الذي استهدفه. هذه قضية ليست سهلة. ربما أنصار الله أصدروا بيان تفصيلي كبير وحملوا رئاسة الجمهورية باعتباره القادر على القدس الحمس مسؤولية التحقيق في الأمر، وطالبوا بإشراك أعضاء في مجلس في مؤتمر الحوار بالتحقيق في هذا الأمر. مشاركة في الحوار. نعم، وهم يتحدثوا عن إحداثيات مهمة، أن الحادث وقع في مربع أمني مغلق. ليس فقط مقر مؤتمر الحوار ولكن مقر السفارة الأمريكية هناك، وهذه منطقة أصلا محاطة أمنيا ولديها وأيضا على بعد مسافة بسيطة. هل تتوقع أنه حدث نوع من الاسترخاء الأمني، أن الناس كانت مركزة على اليوم الأول؟ لا، هي ربما الأداء الأمني، نحن نعرف أنه الأداء الأمني بالكاد يضبط الفندق، يعني مساحة الفندق. يعني لكن في الأيام الأولى الاثنين الثلاثاء الأربعاء تقصد انه يعني اليوم كان في استرخاء، في استرخاء، يعني طبعا نحن مش امنين، مش خبر امني. لا، ساقول لك هل حصل مثلا الاسترخاء. ساقول لك الاسترخاء فيما بعد الحادثه يكشف فعلا الاسترخاء الكبير، انه الحادثه وقعت يفترض انه تم تطويق امني الموضوع، ان يتوجه رساله لكل من يستهدف مؤتمر الحوار بمثل هذه. انا طبعا لا ادري من المستهدف، قد لا يكون الموضوع له سياسي، قد يكون جنائي، لكن لا يهم هذه النقطه. الاهم هي انه كان يفترض ان الامن يوجه رساله قويه بان اي استهداف لاعضاء مؤتمر الحوار سيتم التعامل معه باعتباره قضيه حساسه، اهم من استهداف السفارات، اهم من استهداف اي قضيه اخرى، لانه في النهايه غدا المشكله الكبيره انه سيحدث ضغط على الحراسات، حراسه الفندق. انا اعتقد كل الشخصيات من الغد ستاتي متوتره ومرافقيها اكثر تحفز، والذي كان ياتي باربعه مرافقين سياتي بثمانيه، والذي ياتي بثمانيه سياتي بعشرين، وهكذا سيحدث غدا ظلال في الميدان. أتمنى أن القرار السياسي والأمني يأخذ هذه المسألة كعنوان. كعنوان الهدف كان المؤتمر. بالتأكيد. طيب. بالتأكيد أي شيء يستهدف أعضاء. هناك من يقول أنه ما أن يبدأ عمل اللجان إلا وقد وفرت هذه النقاشات، الحديث، الكلام، مستوى معين من الهدوء، مستوى معين من الرصانة، بمعنى أنه لو كان تم الاندفاع مباشرة للجان لربما أهدرت الكثير من. نحن مجتمع مستعجل. أنت مع نحن مجتمع مستعجل. أنا من هذا المجتمع، نحن أكثر عقلا. يعني أنا الآن حينما أرى النقاش أقول كان يكفي يومين مش أسبوعين. ربما الخبراء الذين صمموا الفترة الزمنية هذا الأمر يأخذوا في عين الاعتبار أنه دعوا الناس يأخذوا الزمن الكافي لكي حتى يملوا الحديث العام. هو نوع من تصريف الطاقة، يعني هو نوع من 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 أن يخرج الناس من الحديث العام، لأنه في النهاية في اللجان ليس لن يكون هناك حديث عام، ولن يكون هناك حديث أشخاص فقط، هو خبراء وأطراف، لأنه كل طرف يريد أن يوضح فكرته في الموضوع الفلاني وسيتناقشوا بطريقة أخرى. نعم، سيكون معي ضيفين عزيزين، الأستاذة فايقة السيد وهي عضو في مؤتمر الحوار الوطني ومستشارة الرئيس لشؤون المرأة، وأيضا معي أحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ عبد القوي رشاد. لدينا مقابلة خاصة خصبها برنامج اليمن اليوم عضو اللجنة العامة الأستاذ أحمد الميسري. بتشوف كل يوم نبيل فيه يحدث فرق وإن كان بسيط. توقفت عند بعض الكلمات اليوم، يعنيك مثلا نبيل أن يعنيك المتحدث أو أن تبحث عن أولا انتماءه لكي تسمع. الذي لفت انتباهي هو الانضباط في التسميات. أصبح الآن الأفراد يتحايلون على القيود. هناك كان دائما المنصة تقول لا تذكروا أسماء، لا تذكروا أسماء، هذا قل مع الوقت، أصبح المتحدث يتحايل على يصف خصمه تماما لكنه لا يذكر اسم شخص وإن كان عدم يذكره مؤسسة. قصدي هناك يعني يحترف المتحدثون في هناك نقطة مهمة أثارها اليوم حسين حازب، هو من ممثلي المؤتمر الشعبي العام، وهي نقطة تتعلق بالنقاش والجدل حول زيادة مؤتمر عام الحوار. وأنا أعتقد أن رئاسة الجمهورية، هيئة رئاسة المؤتمر والوسيط الدولي جمال بن عمر أمام تحدي تنظيمي وأخلاقي كبير. هم الآن المؤتمر أصبح سيد نفسه، أصبح هو سيد قراره، أصبح كل عضو فيه لديه اختصاصات وفقا للنظام الداخلي. أي تفكير بزيادة أعداد لهذا المؤتمر يتطلب أن يتم وفقا لآلية تنظيم المؤتمر العام. المؤتمر الحوار إيه، لا أدري كيف سيتصرفوا مع هذه. نعم، أنا بس مع معلوماتنا في اليمن اليوم وهي معلومات من مصادر موثوقة، أمس قال هذا الحديث في كواليس مغلقة، لكن عصرا
أكد جمال بن عمر القيادي كبير في المؤتمر السلام أنه هذا الموضوع على أساس منه من الصحة، ولكن الإشاعة بصراحة كانت تتناثر اليوم لأنه أطراف سياسية لا تزال تضغط، لا زال أطراف سياسية تتحدث بشكل بصوت عالي وهي تطالب وتريد وغيره. طبعا تعرف أن المجتمع اليمني مجتمع لا يكل ولا يمل، سيطلب الشيء مرة ومرتين وثلاث وأربع، وسيسرب إشاعات يعني في النهاية المجتمع ديناميكي تجاه هذه النقاط، لا يقر. المهم أنه وإن تم فإنه يتم وفقا لآلية ونظام مؤتمر عام الحوار، على الأقل لنعطي صورة أنه هذا المؤتمر أصبح مش هي استشارية، وإنما أصبح سيد نفسه وسيد قراره، لهيئة الرئاسة فيه حقوق واجبات وفقا للائحة، ولأعضاء المشاركين فيها أيضا حقوق واجبات وفقا أيضا للائحة المقررة. هناك مشكلة اليوم، لا أدري من الذي تحدث عن هذه النقطة، تحدث عن نحن بحاجة إلى تزويد أعضاء المؤتمر بالوثائق المرجعية للمبادرة الخليجية التي هي الآلية التنفيذية التي هي تتعلق هذه النقطة، بحاجة أن أعضاء مؤتمر الحوار أن يرجعوا كثير إليها. اللائحة التنظيمية لمؤتمر الحوار، أنا لا أريد أن أجزم وأقول أنه أغلبية الأعضاء لم يقرأوها، لكن كما حدث في مجلس النواب هناك نواب قليلين جدا هم الذين كانوا يأتون باللائحة وبالأرقام، وكل يوم يحدد لديه نقطة محددة. هذا هو ربما يطور الأداء السياسي في اليمن وفقا للنظم واللوائح التي تقر وتعتمد. نعم، قبل أن أسأل سؤالي الأخير، ضيفي غدا، ضيوف غد الغد، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ أحمد مبارك، انتزعنا منه اليوم موافقة رغم أنه مشغول ونعذره لأنه يدير منظومة عمل كبيرة جدا، ولكن حسب الاتفاق معه سيكون ضيفا عزيزا على برنامج اليوم اليمن اليوم غدا. أيضا محمد موسى العامري وهو رئيس حزب الرشاد السلفي سيكون أيضا ضيفي غدا. وسؤالي الأخير لنبيل الصوفي، هل لاحظت يعني ابتعاد للعباءة الدينية؟ مثلا اليوم دكتور منصور الزنداني كان في حوار مع اليمن اليوم، ولكن في كلمته أيضا قال يعني ألمح إلى أنه ما بيقبلش المؤتمريون أي ورقة إقليمية أو دولية. هل حتى بعض الأعضاء أصبح يتحدث بمسؤولية كفرد بصرف النظر عن انتمائه السياسي؟ طبعا في نقطة من المفارقة هذه الموجودة، طبعا الخطاب الديني لا يختلف عن الإصلاح والسلفي والحوثي، أعتقد أنه في النهاية يتفقون في نقاط محددة. الثلاث الأطراف اللي تحدث باسم الحوثي واللي تحدث من الإصلاح واللي تحدث أيضا كسلفي، الجميع تحدثوا عن أنه لا نريد وجود خارجي أو شيء مثل هذا الأمر، كان فيها نقطة نوع من التلويح فيها. الخطاب الديني الواضح، النخبة الموجودة داخل المؤتمر لا ترى يعني صار عندها وعي. نحن نتصارح لو ما تحدث الدكتور منصور عن اتفاق مع الحزب أم قراءة شخصية؟ لا لا، الكثيرون رأوه اليوم متجرد، هو أستاذ جامعي، هو الدكتور أصلا الدكتور في النهاية في كثير مواقفه، هو الدكتور بالذات، أنا أتكلم عن منصور الزنداني، أتكلم عن الدكاترة، منصور الزنداني في حالات كثيرة يتحدث عن رأي شخصي أو عن في مسافة نعم يتحدث بهذه الطريقة. طبعا وأنت تتحدث عن الأمان العام المؤتمر الحوار، نحن بحاجة على تركيز الدولة. أنا أريدك أن تؤجل كل شيء الأمان العام، لأننا سندير أنا وأنت غدا حوارين مهمين، الأول مع أمين عام مؤتمر الحوار الأستاذ أحمد مبارك، والثاني مع أنا درست طبعا أنا طبعا درست عند العامري قبل أن يغادر صنعاء، درست عنده يعني شيء في علم العقائد سوف تساعدني، سأتكفل بالجانب السياسي وأنت لك جزء كبير من الجانب السياسي والديني، وستكون إن شاء الله حلقة متميزة غدا. أشكرك ونلتقي غدا. مشاهدينا الكرام، عضو اللجنة العامة أحمد الميسري وحوار أجراه محمد شمسان خصيصا وحصريا لبرنامج اليمن اليوم، بعده مباشرة الأستاذة فايقة السيد مستشارة الرئيس لشؤون المرأة وعضو مؤتمر الحوار الوطني، وإحدى الأصوات التي ما أن تنبري على المنبر إلا وينصت الجميع. فايقة السيد معي بعد هذا الحوار القصير مع أحمد الميسري. أستاذ أحمد، كيف تقيمون جلسة مؤتمر الحوار خلال ثلاثة الأيام السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نهنئ الشعب اليمني بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي سيقف أمام مجمل القضايا التي تعاني منها بلادنا والاختلالات، وسيخرج بمحصلة نهائية تتمثل في دستور يمني جديد
ليمن جديد بإذن الله تعالى. تقييمي للأعمال الأيام الماضية بداية طيبة وموفقة ومؤشرات إيجابية، ونشعر بأنها يعني بإذن الله تعالى بأنه سيكون الأيام القادمة طبعا، وهي الأيام التي ستناقش فيها القضايا بشكل تفصيلي ودقيق، وسيتخذ بشأنها قرارات وإجراءات كاملة فيما يخص مختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار. الكتل السياسية والأحزاب تجتمع بشكل دائم، هل أنتم تتخذون نفس هذه الطريقة؟ بدون شك أكيد، نحن في المؤتمر الشعبي العام بالأمس كان لدينا اجتماعا للجنة العامة برئاسة الأخ الزعيم علي عبد الله صالح، وقفنا أمام تقييم الأيام الماضية من أعمال الحوار وأمام الخطة الاستراتيجية التي يدخل بها المؤتمر الشعبي العام من خلال الممثلين في مؤتمر الحوار وتوزيع اللجان والأدوار المناطة بأعضاء المؤتمر الشعبي العام والالتزام من الأعضاء برؤية المؤتمر الشعبي العام تجاه مجمع القضايا. هل دعيتم إلى اجتماع القوى الجنوبية يوم أمس؟ لا يوجد اجتماع، هي دعوة شخصية للتدابر، واللقاء طبعا مستمرة مع جميع أبناء المحافظات الجنوبية من مختلف الأطياف، ونحن مستمرين في هذه اللقاءات الفردية والجانبية وما زال متسع من الوقت في البداية. بصراحة لماذا نرى تغيب كلمات أعضاء المؤتمر الشعبي العام في الأيام الأخيرة من مؤتمر الحوار الوطني؟ طبعا الجلسات الحالية هي فيها مطلقة الحرية للأعضاء للتحدث وطرح وجهات نظرهم، وهي في الأصل لا يبنى على هذه الأحاديث أي قرارات، مجرد أحاديث لطرح الرؤى والمخاطبة. في الأصل معظم المتحدثين والقوى السياسية تخاطب الشارع ولا تخاطب القاعة. يقال أستاذ بأنكم في موقف حرج أعضاء المؤتمر الشعبي العام في الجنوب. لا بالعكس، نحن في موقف نطمئن له، ونحن في موقف واضح تجاه القضية الجنوبية، ونحن في المحك الآن وهذا الفرس وهذا الميدان كما يقال، وسنحمل القضية الجنوبية على عاتقنا وسنخرج بها إلى بر الأمان. حتى وإن لم تدعو إلى اجتماع الأمس؟ ليس الدعوة رسمية أصلا، لا توجد جهة مخولة بالدعوة، نحن قيادات أيضا ندعو الآخرين للقاءات، ولكن التنسيق بيننا وبين إخواننا جميعا في المحافظات الجنوبية على رؤى وليست اجتماعات. هل أنت راض على ما تم إنجازه خلال الأيام السابقة من مؤتمر الحوار الوطني؟ نعم، أنا مرتاح ومطمئن، وأشعر بأن الخطوات طيبة وإيجابية، وأن هناك في تقارب بين جميع المشاركين من خلال التعارف. أولا هذه فترة الأسبوعين فترة بسيطة ما زالت نحن بدايتها، ولكن أشعر حقيقة بالإطمئنان بأن المؤتمر يسير سيرا حسنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أينما كنتم أحييكم مشاهدينا الكرام، وكما تعلمون نكرس أوقات كثيرة من هذا البرنامج للاتساق للحديث عن مؤتمر الحوار الوطني، واحدة من الأعضاء المهمين والبارزين في مؤتمر الحوار الوطني. وقلت في المقدمة عندما تنبري فيق السيد على المنصة الميكروفون هناك إنصات عام، يمكن أن نقول أنها فاكهة مؤتمر الحوار الوطني. أستاذ مساء الخير. مساء الورد، أهلين. كيف الحال بعد ثلاثة أيام نقول من مؤتمر الحوار؟ صح أنك تكوني واقفة بعض الحال، لكن أنا متأكد أنك تستمعي إلى الكلمات. تقييمك الخاص؟ الجلسات المفتوحة هي جلسات مرهقة، وهي رتب لأن تكون كذلك حتى تمتص كثير من الحماسة ومن الاندفاع ومن روح التوثب عند البعض. يعني تعرف هذول خبراء نفسيين وبيولوجيين وكل شيء، وفي علم الاجتماع اللي يعدوا لهذه الأشياء يعني ما عد لها ولا لم ترتب هكذا بشكل سادق أو بسيط. يعني بحسب متابعتي والصحيح يعني أني المبكر وذهابي المبكر وكذا، وما يترتب عليه من ضغط وإرهاق، هي عدة لامتصاص كل هذه الحالات اللي قلت لك عليها، ولإفراغ الشحنات الزائدة، شحنات الكهرباء العالية الموجودة في الدماغ ومواقع أخرى من الجسم. العالم ذكي، العالم الذي نتعامل عليه ويشرف على هذا المؤتمر عالم غير بسيط، عالم أممي، عالم دولي، خبراء شباب مؤهلين ومتدربين
في أرقى المعاهد والأكاديميات والورش والندوات المهمة خارج الوطن، فالإعداد له بنفس خارجي متقدم متقدم. المؤتمر الحوار الجلسات المغلقة ستأتي وستكون جلسات مهمة. في خلل في هذه الجلسات الافتتاحية. اليوم وزعت أوراق لإعطاء ملاحظات، فأنا عملت ملاحظة أولى إنه عمل الزمن المعطى للناس مثلا دقيقتين هذا يثير مشكلة أكثر منه يفيد. بس أنت كسرتي هذا المعادلة يا أخي، ضروري. شوف أنا أول أشياء أقول لك إنه ما كان في داعي تقدمني بطابع الرسمي. أنا ذهبت محاورة، يعني أنا ذهبت أنا أعرف إنه في هذه المؤتمرات نحن نترك أي جانب، يعني أي جانب عضو مؤتمر حوار. أنا مؤتمر حوار تمام، أمثل تنظيم السياسي الذي رشحني لذلك، أمثل نفسي، أمثل الوطن، أمثل فئة، أمثل كل أولئك، كل أولئك الذين لا منبر لهم ولا صوت لهم في المؤتمر بما فيهم المهمشين. مهمشين ما عادهم شاهدون. أقول لصاحب المهمشين الذي قال أنتم أيها البيض ونحن السود، إنه مش أنت بس مهمش، في ناس كثيرين مهمشين في المجتمع بألوان مختلفة، من طوائف مختلفة، من معتقدات أيضا مختلفة، ومن قناعات مختلفة. هو جرح نحن بهذا التعبير، جرح شعورنا الإنساني. صح. لكن أقول له مش أنتم بس مهمشين، قائمة المهمشين ومساحتهم تمتد وتتوسع، ونخاف أن تتسع كثيرا في الفترة الراهنة، لأن فترة انتقالية لها كثير من المخالب. نعم، ستكونين صوت المظلومين أستاذ فاكر، بصرف النظر عن التزام حزبي. غالبا غالبا غالبا. شوف شوف يا محمد أخي، أنا في المؤتمر الشعبي العام من سنة 90 تمام، وأنت عارف أنه الأمواق قد قذفت بنا إلى صنعاء، وأنت وأني كنا أبناء نفس المرحلة الصعبة. المؤتمر الشعبي العام أني لم أختار أي تنظيم آخر بعد فصلي من الحزب الاشتراكي اليمني على خلفية أحداث يناير إلا أن أكون في المؤتمر الشعبي العام، لأنه مساحة الحرية فيه واسعة، القيود الأيديولوجية والتنظيمية مخففة. فلهذا أني أخترت أن أكون في المؤتمر، والمؤتمر عمرهم يعني من سنة 90 إلى اليوم لم يقم عني أحد، ولم يعني لا الرئيس علي عبد الله صالح ولا عبد ربه منصور هادي ولا كل القيادات التي توالت على المؤتمر قد عينت لي أو حددت لي ماذا أتكلم. نحن دائما صوت المظلومين وصوت المقهورين، لأنه قد يعني اكتوينا بنار هذه المسألة، واستقطعت فترة هامة من حياتنا في لحظات العبور إلى صنعاء، من عدن إلى صنعاء. لهذا أنا دائما أحس بهؤلاء المظلومين والمقهورين، وأعيش قضيتهم وأعيش أزماتهم. أنت تعرف يا محمد منصور أنه 5000 عائلة دخلت صنعاء إثر أحداث يناير، 5000 عائلة. ما أقولش أني هكذا، ولكن أقول أني نزلت مع وفد من الأمم المتحدة، جاء في 88 وزرنا كل مناطق من ديناعم إلى السوادية إلى البيوت في صنعاء، إلى عملنا إحصائية بالأوراق وبال نعم. ومدونة. فخمسة ألف عائلة، كم طفل فيها، كم امرأة، كم شاب، كم واحد راحت حياته انتهت. نعم. لم يستطيع أن يتطور. لهذا تحدثتي بحسرة عن عدن عندما قلتي لا تقللوا من عدن، كانت عدن ملاذا لكل الأطياف لكل المناطق. لا تفقدوا عدن، لا تفقدوا عدن طابعها التعايش السلمي الجميل. لما كنا زمان نقول بعدم بيت البدوي، البدوي ما يتحسس. لما نقول بيت الهندي، الهندي ما يتحسس. لما نقول بيت دعالة، بيت دعالة ما يتحسسوش. لما نقول بيت العقربي ولا بيت القدسي ولا بيت الدبعي، الناس كانت تتعايش بصفاء إنساني جميل. الآن يعني تأتينا ثقافات وافدة، سلوكيات وافدة، يعني تري هكذا هي. قد أنا أمس كنت على فكرة، أنا كنت أمس بالليل الساعة 1 بالليل أتواصل مع شباب المنصورة، أنا من سكان المنصورة، حول موضوع العصيان المدني. فقلت لهم كما قلت لكم من قبل،
لا تفقدوا، إذا كان عاد في ناس مؤيدين لكم لا تفقدوا تأييدهم، لا تفقدوا تأييدهم بالضجر الذي يعانوه من الإكتار بموضوع العصيان المدني. قلت لهم أيام الإنجليز ما كانت تقع أيام بحاله عصيان مدني، كان ممكن أحيانا تم ساعة أو ساعتين. لكن إنك تجي تحبس مواطن أو أطفال ما يروحوش للروضة أو أطفال ما يروحوش للمدرسة بسبب هذه الأمور، أنتم تغضبوا فئة صامتة، يجب أن يحسب لها ألف حساب، هي فئة الناس اللي في البيوت اللي هي أمي وأمك وأختي وأختك. نعم. وأهلنا جميعا. أنت تتعاطفي مع القضايا ولكن تريدي أن تطرح هذه القضايا بمنطق وعلى رأسها بسياق برؤية. لما يعني الواحد لا ينام لما يكون في قضية في رأسه، يعني عشان واحد يصبح يروح المؤتمر يجلس يحاور نفسه ويحاور الآخرين ساعات. يعني مسألة مش هكذا. لكن الله يجازي اللي كان السبب. طيب. تركوا الشباب بلا قيادات. لاحظت أمس مرارة عالية من الكلام الشباب معي بالتليفون. ولكن نحن نقول للذين بدأوا المأساة عليهم أن ينهوها أو أن يعبروا بها إلى رصيف آمن. الصورة أستاذ فاقي في نهاية المطاف، الصورة منذ الاثنين فيها جمال، اليمنيون في الأخير جالسين بيتحاوروا، بتشوفي حتى في الكواليس كان في استحياء، اليوم تشوفي مختلف الصور من مختلف الأحزاب، أليس كذلك؟ أنا قلت الكلام يوم الافتتاح. قلت تصريح وأني داخل الافتتاح في دار الرئاسة، وقلت تصريح يعني جائزة الإعلام، وأني خرجت من اجتماع من الحفل الافتتاحي في دار الرئاسة، قلت إن أشعر بابتهاج وقد أسلك صدري الأمر بأنه الناس قابلة للتعايش، الناس قابلة أن يتسلم على بعض. يعني في الجلسة الأولى مثلا أني الشيخ صادق الأحمر يقول لي وين الناس وهكذا وذا، قلت له الناس في المؤتمر الشعبي العام. فدخلنا في دعابات، حتى أحد الشباب المنظمين أجا يحسب ما عن صايح، يعني لازم يعني الصورة المرسومة اللي الناس تعودوا عليها إنه واحد من الإصلاح واحد من المؤتمر لازم بالصايحه، واحد من الناصري واحد مش عارفه ايه لازم بتضاربه، لا لا لا، في حوار انساني. صح. في شيء. فقلت له يا شيخ صادق، قال لي الله. قلت له يا شيخ صادق، انا اعرفه من قبل كثير، يعني من سنه 86 بصنعاء قد عرفنا الناس كلها. قلت له يا شيخ صادق، وان كنت في المؤتمر لكن هناك مساحه من الحب في قلبي. يعني لاحظ اليوم ايضا كنت قلت للوليد هذا اللي اقمنا المنظمين بسرعه، هذول متحمسين شباب. قلت له يا وليد روح لك هكذا، نحن الشيوب نسد. مرت المساله وحلوه. كنت مع الدكتور ياسين اليوم في حوار قصير مع ابن سريمه، ايضا في حوار قصير. انت تلتقط على فكره، الحين انت محاور ولا قاعد تلقط؟ ال ياسين اخ وصديق عزيز واعرفه، عادوا بي عادوا يلعب تنس اليوم، ذكرته قلت له يا اولاد مش تحسب انك دحين انت لابس لي شورت بنادي التنس العدني تلعب تنس، انت علي سعد مثلنا الله يرحمه. الضغوط الضغوط كثيره علي سعد مثلنا اللي كان امين عام مجلس الوزراء بالضبط وقتل في 86 في 86. اقول ياسين عليه ضغوط كثيره، سياسيين هذول امناء عموما الاحزاب مساكين لا يناموا، ضغوط كثيره، مشاكل كثيره، عارف انت في حراك معين داخل المشترك، يبدو انه يعني كان نعم. ثقيل على الاخ ياسين، ولكن نحن نحب ياسين ونحب كل الناس وقلوبنا، ويجب ان نتوقع. انا اجت لي اتصالات من السويد من لندن من القاهره من كل مكان بعد مداخلتك في المؤتمر، بعد مداخلتي والحاله على الاختلاف اللي صارت مع ياسين، وقلت لهم لا انا مشتيش هذا الزعل، انا مشتيكمش تزعلوا لانه هذا مؤتمر حوار. صح. عاد الناس ما تقادلتش بالقلاصات وعادوا هذا الدنيا بوله، بس البوفيه برا. ايوه. لا يعني قلت لهم لا لا لا، انا اعرف هذه الاجواء اعرفها جيدا. يجب ان تتوقعوا اكثر من كذا. نعم. الانطباع العام كويس، بتمشي الامور بشكل تدريجي الى الاحسن. الناس محترمه بعض داخل المؤتمر، الناس محترمه بعض داخل المؤتمر، ويجب ان تحترم بعض. يعني مش يجب أن تحترم بعض.
نحن أقسمنا يمين وانت عارف ذا الكلام على أن نكون ممثلين خيرين ورائعين لهذا الشعب. فرغم أنه اليوم نحن قد جرحنا نحن كثيرا ما أصاب الأخ أبو راس محاولة استهدافه وراحوا فيها الغلابة الثلاثة الحرس ما كانش موجود واثنين جرحى أيضا وأيضا كمان أجدها فرصة يا أخي محمد واسمح لي بذلك أن أعلن 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 بالفم المليان وبالصوت العالي بأنه بيت المناضل عبد الله عبد الرزاق باديب وأولاده يستهدف أكثر من مرة. ونقول للقاصي والداني بأن أولاد عبد الله بادي وأسرة عبد الله بادي والسيدة العجوز التي ارتمت القنبلة وهي في حوش بيت الأستاذ عبد الله بادي بليلة أمس الأول فجرا واعتقدت أنه في طائرة ضربت المنزل عدن. هذه السيدة الرائعة التي كانت الراعية لنا في مراحل مختلفة في البيت تطعمنا تنتبه لنا تسار على راحتنا قد أصابها شيء من التعب النفسي الشديد. نقول للقاسي والداني بالفم المليان أولاد عبد الله باديب وعبد الله باديب ولن يكونوا حملان وديعة على موائد اللئام لن نسمح بذلك. لا زال لدينا نفس قوي، لا زال لدينا قدرة على نقل الأمور حتى خارج إطار المجتمع المحلي. يعني أنا مرة اختلفنا أنه واحد قال الرئيس علي عبد الله صالح يا أخي حل مشكلتك مع فايقة لأنه بتجيز هكذا أنت ويت مناطحة ولا بتوصلوا إلى طريق ولا بتوقفين. بعدين عرفت قلت له يا أبو حمد المياه بنروح لها هاي. فنحن نقول أنه من أجل الأمن والسلم الاجتماعي، من أجل سلامة من نحب، من أجل سلامة الناس الشرفاء والأوفياء، لن نتوانى في الدفاع عنهم. نعم. داخليا أو خارجيا. يعني كأنك تقولي بيت باذيب وهذه الأسرة وهذا الرجل خط أحمر. خط أحمر. طيب شاء من شاء وأبى من أبى. شاء من شاء وأبى. طيب. من أبى، واللي مش عاقبه يروح يبلط بحر صغيرة. طيب كان في الثلاث الأيام الأولى ربما الإشاعات كانت معدومة، اليوم سرت إشاعة فيما يتعلق أنه في توجه لإضافة أشخاص، رغم أنه قيادي كبير في المؤتمر قال لي أنه سيد جمال بن عمر أكد له أمس أن هذه فقط إشاعة. سمعت اليوم هذا؟ أنا من أمس قرأتها بالصحف وتابعتها يعني على بعض المواقع وكذا، يعني عارف أن الهمس المرتفع الصوت مش الصوت المنخفض، المرتفع الصوت. واليوم مررت علينا أوراق بشكل أو بآخر للتوقيع عليها من جهات وأفراد وهكذا بخصوص هذا الموضوع في المؤتمر نفسه للمؤازرة. أنا أعتقد رفع إذا تم إضافة أي قائمة مرة واحدة سيضطروا إلى رفع إلى تكرار المسألة 20 مرة. سيفتح الباب للتوسعة العددية والتي ستكون على حساب الموضوع. أنا أسألك الآن كمستشارة، الأمر مستبعد؟ أنا مش مستشارة يا أخي، محاورة. طيب الآن في هذا السؤال، الأمر مستبعد أن يكون هناك، خصوصا وأن الصورة اللي موجودة يا أخي أنا أعرف الرئيس عبد الرب منصور هادي رجل دقيق استراتيجي مؤهل في هذا الجانب كثيرا، وعندما نتحدث أو نتكلم هو لا ينطق بالكلام الكثير، كلامه دائما جمله محددة ومركزة ولا يحب هذا العبث. هو ما يحبش الفوضى، لا يميل إلى الفوضى. أنا أقول أنت تعرف الضغوط السياسية حين تتم للبنهار على الناس. الناس يعني الرئيس يعيش ضغوط، يعيش ضغوط خانقة، يعيش ظروف غير معقولة بالنسبة له، بالنسبة لأسرته، بالنسبة لوضع البيت. يعني بيت صار مكتب، وضع أني أتألم له كثيرا يعني. لكن أني لا أعتقد أقول لك يا هكذا، ولا يجب، مش لا أعتقد بس، ولا يجب أن يتم
أي إضافة، إذا تمت الإضافة لمرة واحدة سينفرط السحاب وسيصبح الأمر متروكا لإضافات ولحشوات لا داعي لها. نعم، أنت مع أن يحسم سريعا تقرير أمني عن الحادث اليوم، لأن البعض رأى استهداف لمؤتمر الحوار الوطني، كون المستهدف كما قيل هو عضو في مؤتمر الحوار الوطني وينتمي إلى طرف موجود في طبعا بالتأكيد حتى تطفي النار يجب أن يظهر تقرير محدد دقيق، لأنه أنا اليوم وأني رايحة للمؤتمر شفت الأخ فضل القوصي بنفسه واقف في إحدى النقاط بالمناسبة قائد الأمن المركزي، هذا ينم عن أنهم مهتمين بالموضوع كثير، ولذلك يجب أن 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 يخرجوا بتقرير شفاف واضح سريعا. الشيء الآخر اللي اشتي أقوله يا أخي محمد، على الآخرين أن يكفوا على العبث معنا مع هذا الشعب الطيب، ويتركوا هذا الشعب يقرر أموره ويحسم كثير من المسائل العالقة المهمة جدا والمؤثرة. يجب أن يذهبوا الأطفال للمدارس، يجب أن يجد المريض مكانا للعلاج، لا نريدهم أن يعبثوا معنا بأموالهم وبإمكانياتهم. هم لديهم أموال، لديهم إمكانيات، لكن أنا مرة قلت للأخ أبو عمار بالمناسبة كنا في ليبيا في الذكرى الثالثة لاستشهاد أبو جهاد، وبعدين كان أبو عمار، نحن في قاعة الشعب، قاعة كبيرة ضخمة مليانة ناس، فالأخ أبو عمار بدأ على المنصة يطرح قضية التمويل والاختلاف مع القذافي في هذا الجانب، وكان موجوع، بس تعرف أبو عمار عنده كاريزما خاصة حلوة، ترك قال إذا بدهمش يعطونا يعني التمويل وكذا، نحن سنترك الأمر للجماهير التي سترفدنا بالمعونات كما رفضت الثورة الجزائرية. نطت يعني بسرعة، قفزت بنت ليبية صحفية طرحت إسورتي على الطاولة، دشنت المسألة ليبية. شوف بالصدفة، فأنا كنت اليمنية الوحيدة في القاعة، دعاني أبو عمار لحضور المناسبة. يعني استفزوني للحين، قفزت وقلت له يا أبو عمار، وأنا من مكاني وأبو عمار على المنصة، قلت له يا أبو عمار نحن أول وحدة هذا ذكرى الثالثة يعني يمكن 91، قلت له يا أبو عمار نحن ما بيش عندنا فلوس ولا بترول، لكن عندنا رجال وعندنا دم نقدمه للثورة الفلسطينية. فهذا يعني يأتي، طبعا الأخ أبو عمار بتعرف يعني مين هذه، أختنا فائقة من الشطر الثاني، لأنه قد توحدنا صرنا شطرين. نحن أغنياء برجالنا، نحن أغنياء بموقعنا الجغرافي المتميز، نحن أغنياء بكثير من القيم والمبادئ الموجودة في نفوس كل اليمنيين، والتي أحالت وكانت من أهم الموانع دون أن تكون هناك مذابح ومجازر كبيرة جدا ممكن كان يؤول إليها الصراع الذي مرت به اليمن. نعم، تصريحات بن سليمة وهو نائب أربكت شوية بعض الأطراف، اللي يعني سؤالي هو فيما يتعلق بالإعلام، شو هل نتعامل مع الموضوع بأنه كل واحد يعطي رأيه، سواء كان على المنصة سواء كان عادي في الصحافة في الإعلام، من حقه بالأخير من حقه أن يصرح تصريحه الخاص، هو ما قلش أنا يعني أنا الناطق، لا هو تصريحه هو من حقه هو، بس هو طبعا تعرف أنت أحمد بن فريد اليوم أني قليلة كذا سويت معه يعني قفشات كذا وقصص، أحمد بن فريد هو تاجر رجل أعمال أكثر من أنه سياسي بروفيشنال، يعني أكثر من أنه سياسي اختصاصي، بس وجوده في المنصة مهم مع أعضاء المؤتمر، هو رجل أعمال وداعم لأحد أطراف الحراك الجنوبي، وموجود يعني كهيبة وكقيمة مالية داعمة لهذا المكون الحراكي الجنوبي. أنا قرأت تصريح بن سليمة أمس بالليل في قراءتي للصحف، يعني هو استخدم كلمات مختلين كذا، قلل من، لا هل يأخذ يعني هل يعني علينا أن نتقبل رأي كل واحد أم يكون في بعض الأمور اللي يمكن تساعد في الحوار إعلاميا، أقصد طالما نقول في المؤتمر كل واحد يتكلم باللي يشتي،
فلماذا لا ينطبق على الإعلام؟ طبعا أعضاء هيئة الرئاسة الحين نحن في البلدان هذه النامية تخلف كل كلمة محسوبة، يعني وضعهم حساس أصلاً. أيوة كل شوية حساس شوي. وأحمد بن فريد الصريمة استخدم عبارة قليل قاسية في وصف الطرف الآخر، كان لا يجب، لا ما نسيش نحن لغة التخوين، ولا نقول فلان مجنون مربوش ولا ذا.